عارف انت عايز تعمل ايه. وطبعا بقى تطلع تعمل فهم النمرتين والحبتين بتوعك والتحقيق والنقابة بالاخر. فكك من حواراتك عشان حواراتك مش هتاكل معايا. هزعلك وهعريك وهفضحك قدام الناس وهفضح حواراتك وهخلي شكلك حرق. اتقل لو قوم اتحرك قناقيب بدل ما تعمل لي فيها متهبراتي، ولا بدل ما تعمل لي فيها انت على 7 ورقات عشان ده مش هياكل معايا. هفضحك وهخلي شكلك خرق. اتحرك وهات حق الناس وهات حقي. انت سامع ولا مش سامع يا اشرف يا زكي؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. كلنا عارفين اللي حصل للفنانة دينا حسين والفيديو المشهور اللي اتكلمت فيه عن اللي بتتعرض ليه في الوسط الفني، لكن بجد احب اوجه تحية للفنان المحترم احمد فلوكس، لان هو الوحيد من الفنانين اللي كان في صف الفنانة دينا حسين وقال يا جماعة هي عندها حق، وبدل ما نتكلم عنها لازم نشوف حقها ونجيبه. وقال احمد فلوكس يا جماعة المهنة دي كده وكل اللي ليه علاقة بالفن كده. الفنان احمد فلوكس هاجم الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بسبب اعلانه انه قضى الفنانة دينا حسين بعد ازمة الفيديو المشهور اللي كلنا عارفينه، واللي اشرف زكي اعتبره انه مسيء للنقابة وبيسيء لمصر وللفن المصري. احمد فلوكس اعترض على كلام اشرف زكي وقال ان الكلام ده افترى على الفنانة دينا حسين لانه قضاها من غير ما يشوف كلامها صحيح ولا لا. وقال احمد فلوكس انه بقاله 20 سنة في التمثيل وان فعلا كلام دينا حسين صحيح وفي كتير من الكلام اللي قالته بيحصل فعلا وحصل معاه كده. وقال احمد فلوكس طيب انا ما كنتش حابب اتكلم خالص عن اي حاجة تخص الشغلانة دي، بس ما اقدرش اشوف افتراء قصاد عيني واسكت. بما ان كنت في المهنة دي 20 سنة انا هرد المهنة دي وكل اللي ليه علاقة بالفن كده برضو. حتى الراجل لو ما شالش الشنطة وبس الايادي طبعا مش محتاج اقولك ان مش هيلاقي شغل ولا هيلاقي ياكل ولا يشرب. ايوة البنت دي قصده يا جماعة على دينا حسين بتتكلم بجد باللي شافته، وفي غيرها كتير حصل لهم كده، وانا عارف ناس منهم اتقاعدوا وراحوا اشتغلوا في دهب وناس قليلة منهم اللي حلفهم الحظ ونجحوا في الفن. احمد فلوكس وجه حديثه للفنان اشرف زكي وقال له بيحصل اكتر من كده وانت عارف، حتى الرجالة يا راجل بيحصل لهم كده يا راجل، ده في واحد اتنجم وبقى نجم لمجرد انه صاحب منتجة 5 سنين. تقاضي مين وتشوه مين؟ وايه المشكلة انها مجهولة ما هي عاوزة تنجح وجات علشان تتعرف، لقيت نفسها بتتعرض للمشاكل دي. اسكت وبلاش كده. وعموما بقى موضوع البنت ده بقى موضوع الشخصي، واي حد يعرفها خلوه يتواصل معايا انا شخصيا لو سمحتم، واي حد هيجي ناحيتها يبقى كأنه بيجي ناحيتي انا شخصيا. وطبعا مش محتاج اقول لكم هعمل ايه في امه وهفرجكم الفشلة دي لما تتعامل كبني ادمة وكفنانة بجد هتبقى ازاي. كفاية افترى وقهر للناس، لو سمحتم اي حد يعرفها يوصلها بيا فورا، وده تحدي بينه وبين كل السوق وكل اللي ليه علاقة بالفن. ووعد مني لو ما كانش اللي جاي زمن المحترمين ما كنش راجل. اما دكتور اشرف زكي فنصيحة ليك، انت محتاج تقعد مع نفسك شوية، ومن الواضح ان ده المفروض من فترة، لان فعلا كفاية كده. ده كلام الفنان احمد فلوكس اللي وجهه للفنانة دينا حسين، واللي وجهه للدكتور اشرف زكي ناقب المهن التمثيلية، لانه حاسس ان دينا اتظلمت لان اشرف زكي رفع عليها قضية وقال انها بتسيء لسمعة الفن المصري وبتسيء لسمعة مصر. لكن احمد فلوكس قال ان كلامها صحيح وبيحصل كده فعلا، وفي اشكال كتير اتعرضت للمواقف دي وسابوا مهنة الفن وشافوا اكل عيشهم في حتة تانية. انا اسمي دينا، 29 سنة، خريجة بكالوريوس سياحة وفنادق، مطربة، دايما حاسة ان ظهري عريان، مفيش حد عرفني الا وكان عايز مصلحة، صحاب، حبيب، اهل، صلة دم،
كله عايز ياخد. انا جبت اخري تمام، يعني انا مش عارفه انا، هلا انا مثلا انا صوتي وحش، انا شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجه؟ ما اعتقدش. ان انا كل ما اروح في اي شركه انتاج يقول لي الله يا فنانه صوتك جميل، صوتك مش عارف ايه، وخلاص واحنا بنبتدي شغل والاقيه بيبص في حته ثانيه خالص، بص لشكلي، بص لجسمي، بص مش عارف ايه، صاحبني، يرافقني، يتجوزني، عرفي. هو انا لازم اقدم تنازلات؟ انا لازم اقدم تنازلات؟ افهم، هو انا لازم اعمل حاجه غلط عشان اعرف اوصل اللي انا عايزاه؟ وبلبس قصير وبلبس مفتوح وكل حاجه، بتبسط بطريقتي وبمزاجي، لكن ما بعملش حاجه غلط. انا ما بعملش حاجه غلط ومش عايز اعمل حاجه غلط يا جماعه، تمام؟ انا عايزه انجح، عايزه اوصل، عايزه اعمل اللي انا بحلم بيه كله اوصل له، اتعب ما عنديش مشكله، اتعب لو هموت فيها مش مشكله، بس اوصل باحترامي وبشخصيتي وبكياني وبنفسي وبصوتي. في اي نوع من انواع الفن بيبقى عليه ان هي سمعته وحشه، وان هم بيعملوا حاجه غلط، وان هم مش عارف ايه، ما كل ده من ايه؟ ما تشوفوا شغلي، هو شغلي ده اللي هيكسبك قبل ما هيكسبني. انا تعبت، يعني انا مش عارفه اعمل ايه. لو الفن يا جماعه بالمنظر ده، ان هو لازم اقدم تنازلات ولازم ابقى صاحب المنتج، ولا لازم ارافق، ولا لازم اعمل اي حاجه، انا هخلع عضلي بكرامتي. النهارده معانا خبر محزن جدا عن المطربه الشابه دينا حسين، اللي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ببث مباشر لها من شوية. قالت فيه: بكرهكم كلكم. الفنانة الشابة يا جماعة دينا حسين أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدل كبير جدا خلال الساعات اللي فاتت، بعد ما أعلنت في فيديو مباشر لها إنها كانت عاوزة تنتحر. دينا يا جماعة قالت في الفيديو وهي بتتكلم مع أصحابها إنها بتعيش حالة نفسية سيئة جدا، وأكدت إنها زهقت من الحياة، وإن الناس كلها بتحاول تستغلها، وما لقيتش في حد بيقدم ليها إيد المساعدة من غير مقابل، علشان كده قررت إنها تتخلص من حياتها قدام الناس كلها. دينا حسين وجهت رسالة لكل الناس اللي حاولت تستغلها، وقالت لهم: أنا بكرهكم كلكم. وتركت بعدها السيارة وانقطع الفيديو وسط حالة من القلق الشديد بين أصحابها اللي بيحاولوا يتواصلوا معاها، لكنها أغلقت الهاتف، ولحد دلوقتي مفيش أي أخبار بتقول إن تم إنقاذها أو أي أخبار تاني بتقول إنها انتحرت بالفعل. في محاولات لغاية دلوقتي يا جماعة من أصحابها، وبيتواصلوا مع أسرتها علشان ينقذوها من الفكرة دي وإنهم يتأكدوا من سلامتها. الفنانة دينا حسين اتصدرت الترند في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد الجدل الكبير اللي أثاره مقطع فيديو ليها تم تداوله على السوشيال ميديا، وأكدت دينا حسين إنها مش قادرة تحصل على فرصتها في الوسط الفني، وإن نقابة المهن التمثيلية حصلت مشكلة معاها، وبتستنكر الفيديوهات اللي بتعملها دينا حسين. انتشر مقطع فيديو للفنانة دينا حسين وهي بتتكلم عن عدم وجود فرص عمل ليها في الوسط الفني غير بأساليب غير محبوبة، وقالت: هو احنا سمعتنا وحشة من فراغ؟ مش شرط الغنى بس، اي نوع من انواع الفن عليه سبوت. لو الفن ده يا جماعة بالمنظر ده، ان لازم اصاحب المنتج، احسن لي اقعد بكرامتي. لو صوتي وحش قولولي اقعدي في بيتك وما تشتغليش، انا تعبت ومش عارفة اعمل ايه. ودي يا جماعة المشكلة اللي كلنا بنعاني منها، ان اي فنانة او اي نجم عاوزة توصل لازم تقدم تنازلات علشان توصل وتحقق حلمها. للأسف في كتير من المنتجين والمخرجين بتاعتنا بيستغلوا ظروف البنات وبيستغلوا ظروف الشابات علشان يحققوا أطماعهم المريضة. مش كلهم يا جماعة كده، لكن دي في ناس منهم قليلة هي اللي بتعمل الوسائل دي علشان تستغل البنات بحجة انهم هيحققوا لهم أحلامهم وانهم هيشهروهم في الوسط الفني. علشان كده يا جماعة الفنانة دينا حسين زعلت وكانت منهارة جدا من البكاء، لانها مش مستعدة انها تقدم اي تنازلات علشان تتشهر. ويا جماعة من هنا بنحمل اي منتج او اي فنان كان لي سبب في اللي هيحصل او في اللي حصل للفنانة دينا او اي حد زيها. الفنانة دينا حسين مطربة شابة شاركت قبل كده في العديد من الحفلات الغنائية، وليها عدد كبير من الجمهور اللي بيحضر حفلاتها وبيتفاعلوا معاها بشكل كبير. الفنانة الشابة دينا حسين اتصدرت قبل كده مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما اتكلمت عن تصريحات بتسيء فيها للوسط الفني، وقالت انها مش بتحصل على فرصة جيدة في عالم الفن، وقالت: انا مش عارفة، هل انا صوتي وحش، شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجة؟
ما اعتقدش. كل ما اروح شركة انتاج يقولوا لي الله يا فنانة صوتك جميل خلاص هنبتدي شغل، ويبص في حتة تانية خالص، يبص لشكلي او لجسمي او يتجوزني عرفي. هو انا لازم اعمل حاجة غلط ولازم اقدم تنازلات. انا طلع عيني لحد ما وصلت للي انا فيه. هو احنا سمعتنا وحشة من فراغ؟ مش شرط الغنى بس، اي نوع من انواع الفن عليه سبوت. لو الفن ده يا جماعة بالمنظر ده، ان لازم اقدم تنازلات او لازم اصاحب المنتج، احسن ليا ان اقعد بكرامتي. انا تعبت، لو صوتي وحش قولولي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.